السلام الله عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل أحوالكم، الزول من كانت يام بخير. الحمد لله. المهم فيديو اليوم أو التاني، الموضوع ديالو نفس الموضوع حال هذاك اللي تقريبا اللي وقع في جديدة مع باركين أو التاني. بحكم الخدمة ديالي يعني في مجال السياحة، فأنا تنتنقل بزاف كاينين صعوبات وكاينين إكراهات وكاينين مشاكل، وهكذا المشكلة أو التاني ندويو عليه وتعطيو الرأي ديالكم كيفاش. المهم انا بعض المرات تنشوف فاش يقولوا للمواطنين مثلا ما كاينش تغيير ولا كاين الفساد ولا هذا، فانا تنشوف ان هي من المواطن البسيط، المواطن بينه وبين مواطن اخر اللي لقاه تي يجزروا ديريكت، هذا ما كان. المهم باش ما نطولوش نروي لكم القصه. اليوم وصلت جيت لمدينه اصيله ولا ازيله ولا زيليس، المهم المدينه الجميله أو المدينة التي تسمى بالمتحف المفتوح، مدينة الفنون. صراحة مدينة جميلة تستحق كل التنمية وتستحق كل الاهتمام، وأن هذه بحال المدينة وقع فيها بحال الشيء لا يبشر بالخير، خصوصا أنها مدينة محبوبة لدى السياح. فاليوم جيت أنا كما العادة مع السياح ديالي، فجيت للباركين اللي حدا المرسى، باركي الطوموبيل أو لا، المهم باركيت الطوموبيل وقبل ما نباركي أصلا، المهم مع الدخلة هذا يلا تنحاول نباركي هذا، جا موجي لي الثاني، جاب السيدي ناماس، هذا مطور، هذا جاب التيكي فأعطاها لي تيكي هكا طويلة ناماس مزوقة هاك ناماس ربيت بلاصي. فاش جيت للتيكي لقيتو 10 دراهم، أو 10 دراهم ديالاش ما دويتش معاه، رديت له التيكي ديالو درت هكا نخرج شويه، قلت بلاتي نقول له حشومه نهي المنكر بعدا، قال لي نهي المنكر راه واجد، قلت له راه حشومه عليكم هادشي اللي تديرو والناس هكا رافو بهم، هذا كاين اللي تيبغي يدخل يحط الصخره ديالو واش يحط 10 درهم لا حشومه هادشي شويه. قال لي انا عاد نخلص 20 مليون، هذا بدا تيطير صافي. قلت بلاتي انا نتفادى شحال من مشكل، اولا انه يعني ما يقولش الفاظ نابيه وما يديرش شي حركه خايبه قدام السياح. رجعت للباركين بلاصيت، قلت ليها انا بلاصيت وغنرجع وما غنخلصكش، ولا خلصك انا نعطيك 2 دراهم، ولا كنتي متضرر عيط للبوليس. قال لي عيط ليهم انت، قلت لي انا ما نعيطش للبوليس عيط ليهم انت. صافي مشيت باش نتفادى كل شيء، سديت الطوموبيله ديالي صورتها باش ما يهرسها ولا شي حاجه ولا يطرى فيها شي مشكل، دخلت لسميتو المدينة القديمة، دورت السياح هذا وريتهم المدينة والجمال ديالها، ورجعت حطيتهم انهم ديتهم يتغداو. فقلت بلاتي نستغل الفرصة ديال الغداء، انا سربيت الغداء ديالي ضايا ومشيت، قلت بلاتي نحل المشكل باش ما يكونوش ما يحضروش الا كان شي مدابز. انا مثلا مدابزش مسالم، ولكن قلت زعما لا تكون شي مدابز بالالفاظ هكا ما يحضروش، ما يقولوش يعني ما يديوش شي صورة خايبة علينا ولا على المغرب عموما. فملي جيت لقيت اولا السيد راه دار يعني باش ما نخرجش يخلي لي مخرج واحد باش نخرج، باش يخليني انا نخرج لجهه القصبه، سد واحد المدخل هكا دار فينا مس واحد البنو يا التصوير المهم هو الفيديو، وسدو بواحد السياره ركن فيها سياره اخرى، وقلت لي اش واش من حق بعد تتسد لي زونطري ولا تسد طرق وهكا. المهم قال لي السيد انا باركين كامل عند الشركه هذه، شركه كذا كذا، قلت لي شركه فينا هو البارير وفينا هو الطابلو ديال التعريفه، يعني نشوفوا لي بخي ونشوفوا سميت الشركه ونشوفوا شحال من حاجه، يعني راه لا يمكن يعني تنشوفوا مكان عمومي دابا ما في لا بانو لا في بانو ديال بي، واخا هكاك يعني تنشوفو مكان عمومي بما تتقول لا بالاداء لا بالمجان بعدا، يعني ما في شي حاجه توحي انك خاصك تخلص. يا سيدي المهم بقيت تندي معاه ونجيب معاه في الهضره، وتنشوف الناس، انا عيني على الناس اللي تيدخلوا تنشوفهم، يدخل تنزل الجاج تيعطيه التيكي تيشوف فيه 10 درهم تطيل ما لا ما يحدي الوجه شويه، تيشوف تيحطها وتيدخل. علاش حتى الناس راضيين بهذا المنكر هذا؟ يعني تاخذ يعني عارف ان هذيك 10 درهم قاصحه وتدخل عادي، يعني حتى انت راه تتسامح، يعني كل واحد شفتيها سميتو دخل حط الطوموبيل ومن بعد خرج بزز منو عطيه داك الشيء اللي بغيتو، ولا كاع ما بغيتيش راه مكان عمومي هذاك، ولا كاع لا تدخل خليهم تمين بحب بوحدهم ما تخش عطى الله فين تبلاصي كاع اصلا. هذا ما كان. المهم بقيت مزير معاه حتى شافني شويه قاصح.
قال بلاتي ناض نكر اصلا باللي انا باللي هو قدم لي تيكي بدا تيحلف انا ما عطيتكش تيكي ديال 10 دراهم قالو تضحك انت شي باني قال والله ما عطيتها لك انا قلت لك 5 دراهم قلت له 5 دراهم ما يمكنش لك تفرضها عليا قال له لا انت ما ياكلش معكم واحد الخبز وهذا وهذا ديك السياسه ديال والو ديال الاخر يعني فاش تعليو النيفو فاش تلقاو راسك قاس وهتجيب عليه الحق تينزلوا النيفو تيدخلوا الجانب العاطفي ديال الخبز وكذا 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 وكذا. قلت لي خدم عليها الشريف وقلت لي انا اصلا تجيني مثلا زوين وهذا وهذا ما تدويش مع حتى الاخر وتجيني ظريف وهذا الله يعطيك انا من عندي وماشي مشكل وهذا ونديك تغدى وماشي مش ولكن تجي تاخذها مني بزز والله لا خديتيها حتى نخدم عليها ودراعي تنردها ونعطيها ليك بارده ما يمكنش اخويا خصوصا تديها بالقوه ما يمكنش. وحتى هاد التطويره اللي مثلا تقول لي ندور معك اخا واخا واخا وكيف تتصرف تكون دير جانب العاطف وهذا ولكن تتصر شحال من واحد اللي نيته خايبه يعني بحال هاد الاماكن هادو ماشي مشكل انك تدور مع واحد كبير في العمر هكا ولا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه ولا ذوي الهمم هادو ماشي مشكل ولا شي مراه كبيره ماشي مشكل هادو هي من باب الانسانيه ولكن انه يفرض عليك شي واحد مثلا في مكان عمومي انك تخلص الشيرة لا يقبله العقل. وبالمناسبة تحية الأمن الوطني رجال الأمن في أصيلة صراحة تعاملهم زوين وفي المستوى رغم أن هذه المرة ما وصلناش المحضر أنا وهذا لأنه بدأت يحلف أنه ما قدم شتيكي وهذا وهذا وطيح الكواري فاضطريت أنني نطيح أنا الكواري ونخليه ونمشي في حالاتي يعني أنا ما الحق ديالي ما نسكتش عليه واللي تسكت على حقه فشغله هذاك. فحاليا انا هذا مشكل عويص صراحه واصيله مدينه جميله وفيها مهرجان حاليا يعني مهرجان الابواب يعني هذا المشكل هذا ما خصوش يكون. هذه رساله للمسؤولي مدينه اصيله زيد على ذلك ان ها كاين واحد السيد ما قال لي بلي هادو بعض المرات يطلبوا 20 درهم للناس يعني خصوصا السياح فاش تيجي السياح اغلبيه فيهم تيجيبوا يعني تيجيو لتما تيبلاصيو تيجيبوا السيارات ديالهم تيبلاصي مسكين حتى تيجي الاخر تيعطيه مثلا تيكي ديال 20 درهم ولا لا السائح تيجي تيشوف التيكي صافي هذه التعريفه ديال الباركين تنصب عليه بديك الطريقه وايضا يعني فينا هو لا 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 داك المشروع السياحي اللي بغينا نوصلوا ليه داك المشروع السياحي اللي طلقاته الدوله ديال اننا نوصلوا 3000 او 3000 3 مليون سائح ولا 6 مليون سائح في العام فينا هو يعني تميتوا بهذه العقليه اللي تميتوا غادي يعني الناس تما في البرلمان تيخرجوا يعني تيحلموا 3 مليون 6 مليون سائح في العام في الاخر شيء الشارع فيه شيء مغاير يعني ها الى بقيتوا في نفس الرقم ما تعاودوها حتى واحد هذا ما كان مهم يعني ويعني الا تعطيو ديك الارقام بغيتو توصلوا داك الرقم ديال السياح في المغرب وتعليو بالسياحه فيجب يعني تغيير عقليه شحال من واحد في الشارع العام اللي تيشوه الصوره ديال بلادنا للاسف الشديد. هذا ما كان يعني راه قصص 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 تيوقعوا بزاف بحكم انا دائما في الطريق ودائما تنزور مدن كل مدينه وقصه ديالها. هذه قصه اليوم نخليكم ان شاء الله اسمحوا لي لا طولت عليكم لا قصة أخرى إن شاء الله وفي مدينة أخرى إن شاء الله ونتمنى هذا الشيء ما يتكررش. أنا صراحة ما تنبغيش هذا الشيء ما تنبغيش نوقع في هذه المشاكل نحاول ديما نطيح الكواري وهذا ولكن بلا ما فاش ما تيبغيش يطيح الكواري ما تنسكتش ما نسكتش على حقي. هذا ما كان مهم تحياتي لأي واحد تحية للناس أصيلة كاع الناس اللي تلاقيتهم اليوم في أصيلة تحياتي لكم وحاليا فين في طنجة طنجة العالية تيني يجي السلام المصطفى القديمة ولكن اليوم جبل طارق ما تيبانش الجو مضبط يلا تحياتي.